نروح بقى مع حضراتكم بعد كده ومدينة هنا الأسمرات، وهي شهدت المدينة الشبابية زي ما بتلقوا عليها والرياضية بالأسمرات تحديدا مهرجان تحيا مصر للألعاب هنا الانزلاق، وده بيعد أول مهرجان من نوعه في مصر والشرق الأوسط، شارك فيه نحو 300 لاعب من نخبة لاعبي الأندية ومنتخب مصر كمان، ده طبعا تحت إشراف الاتحاد المصري لألعاب الانزلاق والهواة، وأقيم تحت شعار الرياضة حياة. خلينا نروح نتابع. هذا الحدث طبعا بيعد بقاله في حدود شهر، وفي ظل جميع الإجراءات الاحترازية اللي احنا بنحاول ناخدها بقدر الإمكان، احنا قررنا ان احنا نعمل الحدث دوت تشجيعا لرياضة الانزلاق وتحت رعاية اتحاد الانزلاق والهواة. واحنا الحدث دوت قائم على اعداده مجموعه من الشباب اللي عاملين في المدينه الشبابيه والرياضيه في الاسمرات، وهم اخذوا على عاتقهم هذا التنفيذ واستضافه بعض الرعاه اللي هم ممكن يكونوا شاركوا في هذا الحدث. في ظل اهتمام الدولة والقائمين عليها، ودكتور أشرف صبحي أستاذي في الكلية وأستاذنا في الوزارة، اهتمامه المكثف بالرياضات اللي احنا كنا دايما بنقول عليها شهيدة، زي حضرتك بتشوف اهتمامه بالدراجات، اهتمامه دلوقتي بالرياضات الانزلاق، دي حاجة يعني مفاجأة متوقعة الحقيقة من الـ الإدارة الحالية للدولة. الاهتمام واضح جدا بصحة المواطن من خلال نشر الرياضات اللي ممكن أي حد يمارسها، سواء على مستوى المنافسات أو المستوى الشخصي أو الترفيهي. ده بيدينا يعني الحدث ده حدث كبير جدا، أكبر من قدرات الاتحاد بتاعنا الحقيقة، ولولا الدعم الغير مسبوق اللي احنا شايفينه من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي المحترم، ما كناش هنقدر النهاردة نقف ونتكلم مع حضرتك ولا مع التغطية الواسعة للمهرجان الجميل ده. من حي الأسمرات من الـ ASCC المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، حاولنا نوصل الشكل الصحيح لكلمة الرياضة حياة. احنا شغالين بسلوجن اسمه الرياضة حياة، الفكرة هو ان انا اوصل الرياضة لكل حد قاعد في البيت، اني اسهل له اكتر شيء ممكن يستخدمه في حياته اليومية، وهي فكرة الباتيناج. الباتيناج هو انه اسهل في كل شيء شوية من العجل، يعني ان الباتيناج احنا نقدر لما نوصل لاي مكان نقدر نحطه في شنطه على الظهر ونطلع بيه الشغل او البيت، مش محتاج مكان يتركن فيه او مكان يتشال او نعتل همه، مش محتاج لين على الطريق. الباتيناج يعتبر جزء من اجزاء الجسم سهل الحركه. الفكره ان احنا عايزين نوصل ان الرياضه سهله تقدر تستخدمها في حياتك اليوميه.